السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم رانا متواجدين باعالي ولايه بجايه، بالضبط بلديه كنديره. اليوم عندنا حاله انسانيه رايحين نلقلو من خلالها صرخه عائله بقا التي تعيش وضع اجتماعي صعب، التي تحتاج المساعده من اجل ابنها محمد امين البالغ من العمر 9 سنوات، الذي يعاني من مرض نادر جدا. ما نطولوش عليكم، تابعوا معنا. السلام عليكم. كما راكم تشوفوا رانا في منزل بقاء امين المريض مع والده. اليوم راح يحكي لنا على الحاله تاع وليدو. السلام عليكم، مرحبا بكم. كي قبلتوا على هذا المساج تاع بقاء محمد امين، انا ولد بقاء محمد امين. بقاء محمد امين المريض اعاقه ذهنيا وحركيا، ذو نقص البصر، ذو 9 سنوات. بقى محمد مش يعني كيما محمد امين يعني، انا تمام فاميليا راني نعاني كاع، العائله تعاني معاه. وزاد هكذا في 4 شهور بدا ذاك ديكليبسي، ومن بعد رجع مرض سندروم دو ويست، المرض نتاعو مرض نادر ولا عنده دواء؟ الدواء ماشي عنده دواء، ياكل الدواء، تما ياكل الدواء صباح العشاء في 12، هو يعيش بالدواء، يعيش بها. ومن بعد انا بلي موين تاعي ضربت حتى لقيت روحي ما نقدرش، خلاص وصلت شفت حالي الحلاوه وين كنت انايا، ماشي ما نقدرش نبني. انا البروجي تاعي مبدا 9 سنين، البروجي تاعي مع هذا الطفل، مع ما بنيت ما درت والو. انا تما البروجي تاعي مع بقى محمد امين. محمد امين، تما الامكانيات تاعك تقدر غير باش قسمه الى داويت الابن، تما تلقى العائله اهملتهم وما تقدرش. وتما دوكا واش طالب؟ انا نطلب من كل الشعب الجزائر نديروا اليد في اليد، نكملوا الطفل هذا كيف واش اللي يطلبوا ربي. نطلب معهم يتما. عندك بزاف لي فري تاع الدواء تاع عندي لي فري تاع الدواء، ومن بعد الماكله نتاعو سيدي سو، ومن بعد واحد 30 ولا 35 كيلو في السمانه سيدي سو، ومن بعد ديرو ترجع على سوب تقول لي خلاص، ومن بعد الدواوي لي كوش. شفتي شحال ما شفتو في اليامات هذه شحال طلع؟ يعني 500 600 شغله، كل شغله كل 20 ب 500 600 في لي كوش. تما لي كوش با تما تلحقيني 6 ملايين 7 ملايين، ومن بعد انا نخدم مغرب في المغرب في الطريق بلا مزيتي انا ثاني. بيسير بصح تما الامكانيات دوكا راك تطلب المساعده. انا نطلب مساعده من الشعب الجزائري، نكونوا في اليد في اليد. وزيد نقول ثاني للشعب اللي يشوفوا عنده واحد المرض كيما هذا، والله غير في لي زونتوراج نتاعو. هذا ولدنا كامل. صح ولدنا كامل، ممكن كاينين الكا كيما هذه في انا نطلب من الشعب اللي عنده الكا قدامه ولا يعاون. اذا كما شفتوا مشاهدينا الكرام، كنا مع والد الطفل محمد امين، بقى محمد امين. كما حكى لنا ناقص شويه في الامكانيات، ناقص راه يطلب من الشعب الجزائري كامل باش يلبوا النداء تاعو، يعاونوه نديروا كامل اليد في اليد. ان شاء الله كامل الشعب الجزائري يقدر يعاونو، يقدر يعاونو بالك بكلمه، بالك مع باليش بدوا، بالك بشي اللي يقدر عليه. وهذا الطفل هذا ولد جزائري، هذا جزائري ولدنا كامل، وان شاء الله نقدروا نعاونوه ونلبوا له كامل ان شاء الله واش يسحق ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا الوالد ما راهوش يطلب مطالب كبيره، واللي يقدر يعاونه بابسط شيء، ابسط حاجه يقدر يعاون بها هذا الطفل، يتواصل مع رقم الهاتف الوالد، ولا كاش ما يتبرع له في الحساب البريدي تاعو. وان شاء الله نقدروا نعاونوا هذا الطفل ونكونوا معاهم ان شاء الله. السلام. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.